النحل لا ينتج لنا العسل فحسب، بل يساهم أيضاً في مجال الطب بالكشف عن سرطان الرئة من خلال أنفاس الإنسان. لكن كيف يحدث ذلك؟ تبدأ قصتنا في مختبرات جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث اكتشف الباحثون قدرة النحل على تحديد مؤشرات حيوية وتركيزات كيميائية مرتبطة بسرطان الرئة. وقد أجريت تجربة فريدة بزرع أنواع مختلفة من خلايا سرطان الرئة البشرية، ثم أعدوا مزيجاً يحاكي النفس البشري الصحي ونفس المصاب بسرطان الرئة. بعد ذلك قام الفريق بتوصيل أجهزة استشعار دقيقة بأدمغة 20 نحلة لمراقبة استجاباتها العصبية أثناء شمها للمزيجين المختلفين، ليكتشفوا قدرتها على التمييز بينهما من خلال الشم فقط. وكان النحل قادراً على اكتشاف تركيزات ضئيلة جداً من المواد الكيميائية المرتبطة بالسرطان تقل عن جزء من المليار، وهذا يعد اكتشافاً رائعاً حقاً. والآن تسعى الجامعة لتطوير جهاز حساس مستوحى من دماغ النحل، سيفحص عينة النفس بحثاً عن المركبات المرتبطة بالسرطان ويبلغ عنها لاسلكياً.